عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك في اول غوسات ليا معاكم حبيت نحطها لكم بكامل لي زيتاب، مي ولا نسيت باش ندي برك لي فوتو ولا جي اوبلي كومبليتوم. دونك حتى لحقت لافا قبل ما ندخلها للفوغ قلت ندير لكم فيديو خفيف ظريف باش تكون اول غوسات سهله يعني للمبتدئات. يعني كي تحصلي تكون عندك حصله ولا يجيوك هكذا ضياف خفاف على غفله ولا هذا طبق بزاف سهل. واش تحقي فيه؟ تحقي فيه البطاطا، تحقي فيه بصله، تحقي فيه بولي هاشي ولا فيوند هاشي ولا طون، حاجه اللي كانت عندك. ميم سي عندك صدر تاع دجاج ولا تحكميه طيبيه ابخي تعاودي تفتتيه وديري معاه بصله. تحقي فيها فروماج بلون، فروماج غابي، اون بواس تاع فروماج ريجيم ولا ياغورت ناتور، وتحقي فيها البيض ولي زيبيس بيان سور، تحقوا الملح وفلفل الكحل. دونك واش ديروا البنات؟ حكموا هذيك لي فريت تاعكم قطعوها دي كاري ولا دي روندال ولا كيما تحبوا، اقليوها. تحكموا هذيك البصله تقليوها في شويه زيت، تزيدوا لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل، تزيدوا لها البولياشي تاعكم ولا الفيونداشي ولا كيما قلت لكم، ولا كان عندكم صدر تاع دجاج ولا عندكم بقايا تاع دجاج باغ اكزومبل شتي دجاجه محمرة ولا وقعد لك منها كملي فتتيها وطيبي بها هاد البلا، يعني تجي نورمال عادي باش ما نرمي والو. قلت لكم تحكموها تقليوها مع هذيك البصله، كي تقلى هذاك طفيلو يوجد الفخي ثاني تحطيه في ديريكتومون في البلا تاعك. البلاصه ديبون الحجم اللي حبيتيه، ولا راكم غاشي في الدار ولا راكم غير زوج سا ديبون. ديري لي فريت تاعك من تحت، ما ديري حتى حاجه في البلاطو باسكو ديجا لي فريت يكونوا شويه مزيتين دونك ما تحيد السق. ديري لي فريت تاعك من تحت، تزيدي فوقها هذيك لافارس اللي تكوني طيبتيها تاع الفيوند هاشي ولا بولي هاشي، ولا كان عندك طون ديري ديريكتومون طون وقلي البصله تاعك وزيديها ثاني معاها. ابخي تحكميها من بول، ديري فيه على حساب الحجم تاعك 3 حبات بيض ولا 4 حبات ولا 5 ولا 2 حبات بيض سا ديبون. تزيدي ديري فيه الفرماج بلون، ديري فيه هذيك لابواط تاع الياغورت ناتور ولا لابواط تاع فرماج ريجيم، يا هادي يا هادي، يا فرماج ريجيم يا ياغورت ناتور. تزيدي له شويه ملح شويه فلفل الكحل، وتزيدي لهم الفرماج بلون والفرماج غابي. الفرماج غابي خلطيه معاهم دو بريفيرونس باش كي في الفوق كي ديريه يطيب لك في الفوق باسكو جوست يكمل ينشف ويحمر شويه باش الفرماج يقعد فوندو يقعد لك طري ما يبسلكش، ميم سي تخليه يطول شويه نورمال. دونك تخلطي بيان هذاك الخليط تاعك المكونات، تحبي ديرو شويه زيتون خضر كيما تحبي نتيا، تخلطيه وديروه هكذا من الفوق وتدخليه للفوق. كي تدخليه للفوق يقعد اونتر 15 à 30 مينوت، يقعد في الفوق صديق من الفوق تاعك ولا قاوي ولا كان ناقص. تحبيها ميم هكا توجديها على البكري ومن بعد جوست قبل العشاء ديريه في الفوق باش يقعد لك سخون ويجي بنه هايله. يعني ان بلاص اهل تقدري ديريه في سويعه ولا اقل ثاني، ولا كانوا قلت لكم ولا البلا على حساب الحجم تاع على حساب افراد العائله تاعك هو الحجم تاع البلاطو تاعك. وشهية طيبه، الى الوصفه القادمه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا تاع اليوم البنات، ويجي بزاف بزاف بنين بنين وخفيف. هاوليك نسيت نقرب لكم الصوره، هاولا كيفاش يجي. وانا يعني سيت ودرتو بالبولي هاشي، درتو بالفيوند هاشي، درتو بالطون، يعني باش ديريه يجي بنين. هاولا يعني مام رمضان ان شاء الله راهو جاي، هذه وصفه خفيفه بزاف بزاف يعني كوم دوزيام بلان. وعلى بالنا بلي في رمضان كاين بزاف ما يحبوش ياكلوا الجوازات هيتو، دونك نوعوا في لي بلا تاع الفوغ. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم البنات، بقاو على خير الى الوصفه القادمه ان شاء الله.